حنا لايف. يسعد مساكم. اولا انا احب اشكر سمو وزير الثقافه الامير بدر انه اكون في ضيافه الليله في الانستغرام اللي يخصه، واسلم عليه واسلم على متابعينا، وان شاء الله نكون يا رب ضيوف خفاف عليكم. وبرحب فيكم، بقول لكم مرحبا. مرحبا، اقلط على قل الكلافة، دوق قلبي والمشاعر يا رقصني، حبك اللي جاب العارض وصافه واستقر بوسط صدري ثم نهبني. مرحبا مرحبا، اقلط على قل الكلافة، دوق قلبي والمشاعر يا رقصني، حبك اللي جلب العارض وصافى واستقر وسط صدري ثم نهبني. ابتسم للحظ قد خذني. مرحبا مرحبا، اقلط على قل الكلافة، دوق قلبي والمشاعر يا رقصني. ابتدى ليل من الفرق انا خافة، مالك ومالي الموادع وتجني، خليك بجنبي ونطويها حسافة، العمر اقصر من احساسك ومني. مرحبا، اقلط على قل الكلافة، دوق قلبي والمشاعر يا قصني. أهلا أهلا. تشوف يا مدحت، تشوف الكومنتات إيش يبون وإيش يأمرون. أنا الليلة تحت أمركم، بنستمتع إن شاء الله مع بعض. وش نقول؟ وحشني الرياض يا مدحت. الرياض وحشني، عيالي يتابعون الآن، وعائلتي يتابعوني، وحشيني وحشيني حبايبي، وجايكم قريب. أنا في مصر، ما أحس بغربة، في بلد الثاني، و بس وحشيني أهلي، وحشيني ناسي. فبغني غربة زمن.
وهديها لرئيس هيئة الترفيه أبو ناصر، أفتكري تابعنا. أشعر بغربة زمن، غربة أصحاب وجيه، وأشعر إن قلبي وطن ما لقى حد يحتويه. أشعر بغربة زمن، غربة أصحاب وجيه، أشعر إن قلبي وطن ما لقى حد يحتويه. يا ليل الشجن وقفت الدنيا عليه، من حزن لحزن كل هم دنيا فيه. يا ليل الشجن وقفت الدنيا عليه، من حزن لحزن كل هم الدنيا فيه. حبايبي أشوفكم انتاتكم إيش. كيف الصوت عندكم؟ سامعيني مضبوط؟ سامعيني كويس؟ أبي أشوف تعليقاتكم. وبعدين أنتوا جلسوا، لا أحد يتحرك حولي، أنت اجلس يا أخوي. شغلتوني، جلسوا وخلوني أركز مع العالم. مش نسمعكم؟ أيوه أبرك الساعات. أيوة شوف الكومنتات، ترى عندي شوف شوية. أبرك الساعات، خل نجيبها هنا. أقرب الأيباد. حركولي أحد يجيني يحرك ال والحباء ما كل أبد، كل طلباتهم تنفذ. أحد يحرك للأيباد. خذوا لي الأيباد، جيب لي أبرك الساعات.
لا راح نقول منهم. أبرك الساعات عندي يوم أشوفك، وأحلى لحظات العمر يومك تجيني، وأحلى لحظات العمر يومك تجيني، وأشعر إنك يوم تتحدى ظروفك كأنك تفتح على الأحلام عيني، كأنك تفتح على الأحلام عيني. معك ما خذيني رغم إحساس خوفك، معك أسافر من حنينك الحنيني، معك أسافر من حنينك الحنيني، كل ما حطيت بكفو في كفوفك أشعر إني مالك الدنيا بديني، أشعر إني مالك الدنيا بديني. أنا وحساسي وقلبي من ضيوفك، والحياة بطولها بينك وبيني، والحياة بطولها بينك وبيني، من يقول إني أملك أو أعوفك وانت قبل أعيش فيك تعيش فيني، وانت قبل أعيش فيك تعيش فيني. ما حد مثلك ونادر في وصوفك، من كتب حبك على صفحة جبيني،
من كتب حبك على صفحة جبيني كل ما تحكي لي تطربني حروفك لين حلوت مع سنينك سنيني لين حلوت مع سنينك سنيني أجازيك ورد معروفك يوم ما غيرك ملأ قلبي وعيني يوم ما غيرك ملأ قلبي وعيني كيف أجازيك ورد معروفك يوم ما غيرك ملأ قلبي وعيني يوم ما غيرك ملأ قلبي وعيني كيف جوكم؟ هذه الرسالة موجهة لسمو سيدي محمد بن سلمان، ألف سلامة عليك يا تاج روسنا. بعد العملية الجراحية إن شاء الله قدامك العافية سيدي، وألف ألف لا بأس عليك، ولازم ملهمنا سمو سيدي بهالمناسبة ونجاح العملية أنا أهدي هالأغنية. أبغى طموحنا فوق النجوم، جيبوها لي. وعمل لي إسبريسو، خلنا فوق، أنا توني صاحي من النوم من شوية، فأبي أفوق وكذا، وأبي أعيش معاكم أجواء اللي أبد كني بيناتكم، عايش الأجواء كذا الطبيعية، ما أحس أنا من زمان عن اللقاءات وعن المقابلات، فأبي أفك ذا الستريس اللي علي، أبغى أحس إني بينكم وبين الضيوف الأمير بدر. وإن شاء الله أكون خفيف عليكم. هاي يا مدحت، حنا طبعاً الألبوم عشان قبل ما يعملوا للقهوة بس بنتكلم شوية عن الألبوم الجديد. مدحت وافقنا الرأي، إحنا الحمد لله عملنا جودة أعلى جودة ممكن تنسمع في الشرق الأوسط. إحنا اشتغلنا بسرعة كم؟ سامبل ريت 96، هذا أعلى كواليتي وأعلى تقنية، اللي ما فيه فنان بالوطن العربي اشتغلها وسواها بهالكواليتي، عشان كذا تسمعون الألبوم الجديد كواليتي كبير، كواليتي جودة وعالي. طبعا اللي أعطاني هالفكرة مدحت، إن احنا نبغى، وأنا دائما أنا معودكم إن أنا دائما أقدم لكم كل جديد ومتطور، سواء في وين وصل التكنولوجي في المزيكا، جالس أقدم من بلاقات من أشياء كثيرة، جالس أقدم لكم كأبديت لي ولكم أنتوا، لأنكم أنتوا جمهوري.
متعودين متعودين جمهوري متعود الجراءة مني أن أقدم لكم أعلى كواليتي، هذا اللي وصلنا له. عشان كذا تحسون أن الألبوم يفرق، الألبوم كبير، الألبوم في باور، في كواليتي، وفي لمعة عالمية زي ما تسمعونها برا. في أمريكا ها، وأوروبا برضو. ايوه، فاحنا ما شاء الله ابديت مع الكل، ومعودكم انتم جمهور الخطير، جمهوري اللي مره انا اخاف منكم بصراحه، جمهور يخوف، جمهور فاهم في كل شيء، جمهور فنان فاهم يعني التفاصيل. انا احس ان جمهورك في المجال الموسيقي، احس انهم موزعين، مهندسين، مبتكرين، فهذا اللي ساعدني اني اقدم لكم كل جيد وجديد. جيبوا لي طموحنا. يلا جبولي يري دي ديري محمد ورايك سيزيد، طموحنا فوق النجوم وبعد من نجم البعيد، تقعد لك الدنيا وتقوم يا محمد ورايك سيزيد. بك يزيد حنا ترانا في اللزوم مثل الجبل شمخ شديد، أمجادنا فكرك تدوم وأمجاد شعبك بك تزيد، حنا ترانا في اللزوم مثل طويك شمخ شديد، طموحنا فوق النجوم وابعد من النجم البعيد، تقعد لك الدنيا وتقوم يا محمد ورايك سديد. Thank you.
محمد بن سلمان ودوم شمعة أمل في ناتقيد أنت المجدد والعلوم زانت وهذهلنا الجديد محمد بن سلمان ودوم شمعة أمل في ناتقيد أنت المجدد والعلوم زانت وأذهلنا الجديد طموحنا فوق النجوم وبعد من نجم البعيد تقعد لك الدنيا وتقوم يا محمد وراي سيدي السلام سيدي يا ملهمنا. الشعب السعودي كله فخور فيك. أولادي بناتي كل شعبك فخور فيك وألف حمد لله على السلام. جبتوا لي القهوة؟ اقرالي ترى ما أشوف أنا كويس. اقرالي يا حبيبي. انا احبكم انتو. ايش بعد ايش يحبون يسمعون؟ انا اللي فخور فيكم. خلاص وايش وبعد قولولي وبعد ايش؟ وبعد طبعا 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 وبعد ماشي دغري وبعد وعجزت ومعصي وبعد أبد كل طلباتكم أوامر أنا الليلة تحت أمركم وبعد على كيف يلا جيبوا على كيفك. نقول من هنا ليدا 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 تتا ليدا للخط.
على كيفك تزهني، على كيفك تراضيني، وما جاك الخطأ مني وربي بينك وبيني. على أنا اللي بحبك غني حياتي فيك، وسنيني معك عشت حسن ظني، مسكت الشمس بيديني. أنا اللي بحبك غني حياتي فيك، وسنيني معك عشت حسن ظني، مسكت الشمس بيديني. على كيفك تزعلني، وعلى كيفك تراضيني، وما جاك الخطأ مني ربي بينك وبيني. على كيفك تزعلني، وعلى كيفك تراضيني، وما جاك الخطأ مني ربي بينك وبيني. شاشة شوية أريد
اسألك اسألني وكما داريك داريني ابيك تعيش متهني مثل ما غليك تغليني مثل ما اسألك اسألني كما داريك داريني أبيك تعيش متهني مثل ما غريك تغريني وعلى كيفك تزعلني وعلى كيفك تراضيني وما جاك الخطأ مني وربي بينك وبيني. الحبايب مبسوطين مبسوطين مسفهلين. ما اقرا لي الكومنتات ايش يقولوا وش يامرون وش يطلبون. أيوة مبسوطين. أيوة الحين صرت أشوف. أيوة مرحبا عجز تغفر وإيش مبسوطين. أنا اللي مبسوط والله. الرصاص وإيش لا تأخذوني ترى شوف مهو بذاك الزود. وين انت؟ الله الاغنية انا احبها صدقيني عجزت الساك. ليش بتبكوني؟ ما احب ابكي. اليوم ابغى اكون سعيد معكم. ما ابغى اقول دراما كثير لان بعور نفسي. ما ابغى اتعبني ما ابغى اتعبني. وين انت؟ يلا جيبوها لي. وين انت؟ أيوة يا زينكم. يلا قولوا لي أبي أشوفكم الحين. أيوة الصوت عندكم كويس هذا الأهم. سامعين كويس؟ أبغى تعليقات. أبرك الساعات غنيتها من شوية. ناكورد جبتوها؟ بدن دي لغاية ما يجيبونها. خل أقسم. يلا امسك لي. أنت انزل لي أنا ما راح. الوتر أيوه عشان الجواب. استنى.
جبتوها؟ ايه جعلني في دس اكسوكة. يا زينكم. طيب ليش كذا يا شرب اللي اكبر للشاشة كذا؟ انا اقول لك ما اشوف انا. ايوه. وين انت ماهي مثل وين انت دايم؟ وين انت هل مرة عن الفين؟ وين انت مطور الغيبات؟ وين الغنايم؟ ما بي ولا حاجة سواك انت لهم. مثلي ما كنت حظي
حظي معك ما بين مخطي ولايم وتحديني اخطاء وتقول هونت وحب غيرك ليه والحب صايم عن حب غيرك حافظك مثلي ما كنت وين انت ما هي مثلي وين انت دايم وين انت هالمرة انا الفين وين انت يوم طول الغيبات وين الغنايم ما بي ولا حاجة سواك انت لخن يا زينكم عقر الكومنتات جميلة طبعا أنا لابس ذا الكاب ها علشان الخط العربي 2021 حنا من مشجعين الخط العربي وسمو الأمير بدر مساهم ومسلط الضوء على الخط العربي big heart ها مبسوطين يهمني رضاكم وضيوف الأمير بدر ضيوفه متابعينه يهمون كثير اخ ليش اخ يا حبيبي ليش احسن الظن طبعا وبعد يا سائلا اين الهوى ايوه بعد انا بقول لك ايش تجهز لي خلي اشوف اكثر الطلبات ها كذا وايش اشوف جهز لي اخبروا ايه زي ف
فاضي نفسي اطمن عليه اخبره ايه وصلوله يا ليت سلامي كل حرف من كلامي ما احنا متفرقين اسامي بس روحي حاسه بيه اجين اخباره ايه هو عايش بعدي حادي ولا بيموت من بعدي ولا يومه زي فاضي نفسي هطمن عليك اخباره ايه وصلوله يا ناس سلامي كل حرف من كلامي ما احنا متفرقين اسامي بس روحي حاسه بيه وصفوله حالتي بعده مش بشوف النوم في بعده بكره عندي زي بعده وساعات بتفوت سنين حالتي بعده مش بشوف النوم في بعده بكره عندي زي بعده وساعات بتفوت سنين اخباره ايه خليها بيموت من بعدي ولا يوم زي فاضي نفسي اطمن عليه لي. كمان ارفع لي الشاشة ما بنساهوش كل ذكرى سابها ليا لسه كسرة حتة فيا حاجة مش سهلة وعادية بشوف عيني كل الوشوش القلب مات والفراق قاسي تعبني عمري راح بعد ما سبني حزني مش عايز يسيبني يفك ودمع من سكات ما بنساهوش كل ذكرى سبها ليا لسه كسرة حتى فيا حاجة مش سهلة دي بشوف عيني في كل الوشوش القلب مات والفراق قاسي تعبني عمري راح بعد ما سابني حزني مش عايز يسيبني افتكره هدمع من سكات وصفوله حلت بعده مش بشوف النوم في بعده بكره عندي زي بعده والساعات وصفوله يا شربل ارفع الشاشة ماشي ويا ضيعتيني بين الضيوف اخباره ايه هو
نزل لي لا 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 واخباره ايه هو عايش غادي عادي ولا بيموت من بعدي ولا يومه زي فاضي نفسي اطمن عليه يسعد جوكم شربل ذبحتني عليلي شوي وتنزل شوي سامحوني حبايبي ها الشاشه وانا ما اشوفه كويس سولو سبرسو يا زينكم يا زينكم انا مبسوط فيكم الحين بديت اتجلى بديت اني احس اني كني لوحدي او عايش معكم عايش معكم بكل نبضكم انتم مبسوطين مسفهلين في كومنتات جاتني انه اساس ليه مختار ذا الوقت انا لا والله انا ما لي مختاره انا ضيف على سمو الامير الامير بدر وهو يختار فالضيف ما يختار الضيف ما يختار الوقت المناسب له فاللي مستضيفه هو اللي يختار الوقت وأنا لبيت الدعوة بس كل ما في الأمر يا حبايبي ها تعمل لي إسبرسو وأنت كمان ها عجز تغفر إيه عجز تغفر تعودت الرضا أيوة خلي شوف وانا اقولها منك ولا قصر عيهم مرة هالمرة غلط غلطة لكني عجز تغفر يحسوا يلا لين يجهزونا اي وضحك راح اقوله ان شاء الله عليها شويه
سنة بس. استغفر يا حزب خاطري إني عطيت قلبي مضرة على إني ودي أغفر له ولكن عجزت أقدر. تعودت الرضا ولا قصر معي مرة هالمرة غلط غلطة ولكني عجز تغفر يا حزب خاطري واهني عطيت قلبي مضرة على اني ودي اغفر له لكني عجز تقدر. كابر ولكني لقيت الحرقتي أكبر
ألا يا عزي العيني عزيلي مئة مرة ما بين إحساسي وعقلي كتب لي يا ربي أتعثر أحس إني من الحيرة صغير وما سكن جمرة أبكابر ولكني لقيت الحرقتي أكبر يا عزي العيني عزيلي مية مرة ما بين إحساسي وعقلي كتب لي ربي أتعثر. وين قهوتي؟ مبسوطين؟ قربها يا أخي، قرب شوية. شكرا. حياة مدحت، اقرأ لي كمان أنا أشوف. لبيه والله يا رياض وضحك. اي والله مشتاق للرياض. مشتاق للرياض. مشتاق لك الشوق فيني فاضفا شوق لك وشوق لهالك لبي والله يا الرياض وش كثر انا مشتاق لك الشوق فيني فاضفا شوق لك وشوق لهالك لبيت والله يا الرياض وعلى جروحي شوف لك كل حمالي اعتراف كل الغامة والله لك سوات حزيني بكبية وعلى جروحي شوف لك لبيه والله يا الرياض.
لبيك لبيك والله يا الرياض لطويك شوقي والفياض اللي بقلبي منزلك وحن لك للبرق نار من حق يوم احن لك لطويك شوقي والفياض اللي بقلبي منزلك وحن لك من حق يوم احن لك لبيك 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 والله يا الرياض وحشني الرياض والله وحشني الرياض والأجواء زينة بعد يقولون بالرياض عندكم الأجواء زينة ها؟ أبغى كومنتات على هالموضوع. ها شربل؟ تعال يا شربل ورهم نفسك تعال تعال خلينا نبسطون تعال نبغى الليلة غير تقليدية تعال يا شربل تعال تعال أيوه هذا شربل هذا اللي معذبينه هذا الجند المجهول. الله يوفقك ما شاء الله المتابعات شي بياخذ العقل نور الحبيب. كلي كلي لكم. عطني أمل ويكفي عتب وقالوا أبد أبد ما دريت لا بتبكوني ما أبغى أقولها ما دريت توجعني دخلني في سكة ثانية ما أبغى أقول شيء يألمني ما أبغى أقول شيء يألمني أبغى أكون الليلة تكون استثنائية فيها من الود والمحبة والشيء الرومانسي والأشياء الجميلة ما أبغى أكدرني خلاص راح نقولها بعدين في أغنية اسمها يكفي أعتب يا صاحبي
يكفي عتب يا صاحبي، لا تشتكي لي بنظرتك. يكفي عتب يا صاحبي، لا تشتكي لي بنظرتك. عينك تناظرني وتقول يا صاحبي ذي غلطتك. عينك تناظرني تقول يا صاحبي ذي غلطتك، يا صاحبي ذي غلطتك، يا صاحبي ذي غلطتك. يكفي عتب يا صاحبي، لا تشتكي لي بنظرتك. يكفي عتب يا صاحبي، لا تشتكي لي بنظرتك. عينك تناظرني وتقول صاحبي ذي غلطتك. عينك تناظرني وتقول يا صاحبي ذي غلطتك، يا صاحبي ذي غلطتك، يا صاحبي ذي غلطتك. أصبحتي لي توأم حياك، بفرحي تكمل فرحتك. أصبحتي لي توأم حياك، بفرحي تكمل فرحتك، بفرحي تكمل فرحتك، بفرحي تكمل فرحتك. يكفي عتب يا صاحبي، لا تشتكي لي بنظرتك. يكفي عتاب يا صاحبي، لا تشتكي لي بنظرتك. عينك تناظرني وتقول يا صاحبي ذي غلطتك. عينك تناظرني وتقول يا صاحبي ذي غلطتك، يا صاحبي ذي غلطتك، يا صاحبي ذي غلطتك. بسمتك ما احب اشوفك فيك در، وما اقدر افارق
بسمتك ويغلبني تيار الحزن لو كلمة مني غثتك ويغلبني تيار الحزن لو كلمة مني غثتك كلمة مني غثتك لو كلمة مني غثتك يكفي عتب يا صاحبي لا تشتكي لي بنظرتك يكفي عتب يا صاحبي لا تشتكي لي بنظرتك عينك تناظرني وتقول يا صاحبي ذي غلطتك يا صاحبي ذي غلطتك يا صاحبي ذي غلطتك اقرأ اقرأ يا مدحت الرصاص الله عليك يا ملك حبايبي 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 اشوف الكومنتات اشوف طلباتهم الحب اعمى وايش يحبونه الرصاص أحبك يا رابح هذه مش أغنية هذه أحبك يا رابح أنا أحبكم كثير غرام أطفال أحسن الظن إن شاء الله راح نقولها وفي أغنية اللي سويناها كانت في يا مدحت اللي لحنته في 5 دقائق ترى العتب أحب هالأغنية أحبها وتعني لي شيء كثير وانقالت في ظرف انقالت في ظرف يعني أو جاني النص في ظروف للأمانة كانت كئيبة يعني بوقت الأزمة بوقت الجائحة فحسيتها وأنا بعيد عن أم عيالي وبعيد عن أولادي وبناتي فلحنتها بهالحالة اللي حسيت فيها انه وما اخذت وقت للامانه ما اخذت وقت مني كثير 5 دقائق انا لحنتها وخلصتها تتذكرها ايوه والتوزيع عملناه والمزيكا عملناها في نفس الوقت في ال5 دقائق هذه وتعني لها الاغنيه بوقتها كانت وقت الجائحه كنا تقريبا في مصر انا وسهم ومدحت كنا في معتقل ايوه فكنا في المعتقل في المعتقل الفني انا اقصد يعني كان سويتي وسويت سهم وسويت عاملينه انه نشتغل فيه اللي هو الاستوديو المصنع الاغنيه هناك فنفوق من النوم كل واحد قبل ما يفطر ونجي وبقهوته وكل ونجي نعيش الحياه فجاء الأمير أحمد أعطاني ذا النص وهو كان ملحنه أو كان بادي فيه سهم فقال لي في نص أنا لحنته بس ما أعرف مو طالع معي كويس شوف أقرأ شوف ممكن يجوز لك الكلام فقرأت الكلام كتبه سعود الببطين كلام فعلا بوقتها كان أنا حاس فيه أو محتاج أني أمسك نص يتكلم بظروف الحالة فلحنته والحين بسمعكم إياه ترى العتب لا خلنا لا خلنا أقولها مسكين تاني ديري
مرفوع واسباب فرقه
اللي تحب تشابه حبايبي. قولوا لي مبسوطين؟ الصوت واصلكم كويس؟ ها؟ وقهوة أبغى فوق. ها؟ في شيء مضايقكم في السمع؟ العود صوته كويس؟ أنا صوتي كويس؟ الكيبورد سمعين كويس؟ كمان كويس الصوت. ها؟ الصمت. هذا أهديها لأخوي الكبير. هذا أخوي الكبير له أفضال علي كثيرة. وإن شاء الله نكون سهران ويشوفني ويتابعني. من أول منزلة أغنية الصمت فدائما أخذ آراء في كل ألبوماتي. سألت أقول له سمعت الألبوم؟ قال لي سمعت أغنية واحدة بس. قلت له وشي؟ قال لي الصمت. فأنا أعرف ستايله هذا، يحب الأغاني الكلاسيك اللي فيها عمق في الكلمة وفي اللحن. بعدها بستة شهور يعني جات السيرة فسألته، فقلت له سمعت الألبوم؟ قال لسه برضو على الصمت، ما غيرته، وبعدين بسمع الألبوم كامل. فهالغنية أخوي أبو صالح الله يطول في عمره اللي لا أفضل عليه كثيرة بحياتي، خصوصا حياتي الفنية وحياتي الشخصية طبعا كأخ كبير لي. أنا تعلمت منه كثير ووقف معي كثير وتعب علي كثير وغثيته كثير غثيته، أي طلبات كثيرة كانت، وهو مسكين ما يطلب مني شيء. حبيب أمسي عليك يا أخوي، إن شاء الله تتابعني، وأدري إن قلبك كبير أنت، ها؟ بس لا تدمع. الصمت راح نقول كل طلباتهم. راح نقول كل طلباتهم. يا ابني بردة القهوة يا ابني. تعال يا حبيبي تعال، سوي لي قهوة جديدة. Thank you.
كانك تحب الصمت وانا اكره الصمت حتى ولو غدرك بي اخرس لساني من كثر ماني من طعنك تألمت بديت اشك اني انا شخص ثاني كانك تحب الصمت وانا اكره الصمت حتى ولو غدرك بي اخرس لساني من كثر ماني من طحونك تألم بديت اشك اني انا شخصي ثاني من كثر ما عانيت منك وعاني كانك تحب الصمت وانا اكره الصمت حتى ولو غدرك من كثر ما عاني من طعونك تألم بديت أشك إني أنا شخصي ثاني ما كنني قدمت
كنت كل تفاني كانك تحب الصمت وانا اكره الصمت حتى ولو لساني من كثر ماني من طعونك تألم بديت أشك إني أنا شخص ثاني شخص ثاني. اقرأ هات القهوة يا ابني. مبسوطين؟ غربة زمن وإيش؟ الحين بالسعودية خشينا يوم ثاني؟ خشينا يوم ثاني؟ بهالمناسبة 25 فبراير العيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة. أولا أحب أهني الشعب الكويتي قيادة وشعب وكل عام وأنتوا بازدهار وبسلام وبخير ويعم على شعوبنا إن شاء الله جميعا الخليجية والعربية والعالم أجمع. كل عام والكويت بسلام وبأمن. أنا لي ذكرى يعني في للكويت بالذات يعني أنا اشتهرت من دولة الكويت. يعني بدايتي طبعا ما كانت في الثمانينات أو بداية الثمانينات سنة 82 ما كانت في شركات سعودية تنتج إلا لا لا ف الكويت كانت هي عاصمة الفن للأمانة. كانت عاصمة الفن بالخليج هي. كان الحراك الموسيقي والفني بشكل عام يعني من موسيقى من مسرح من مسلسلات كانت الكويت هي شعلة. وتعاقدت مع شركة كويتية وأنتجت لي ألبوم نسيم الليل والمجموعة صابرين وأحبك يا صغير السن والمجموعة. فلي مع الكويت ذكرى حلوة. شعبها طيب وشعبها سميع وذويق وذبيب يعني برضو في الثمانينات يعني شعب ذبيب ينتف أي حد. أنا أتذكر وقتها هذا من الظرافة كذا كان وقتها كان نازل ما أعرف تتذكرون كانت الكويت فيها سينما ومزدهرة طبعا. فنازل فيلم اسمه إيتي هذا اللي نازل من الفضاء وكذا رقبته طويلة وعيونه كبار وكذا. فالكويتيين ما شاء الله عليهم دمهم خفيف. فكنت لما أطلع المسرح أغني فيقولوا لي إيتي إيتي أنا ما أدري وش إيتي يعني إيتي وش إيتي واضحك أنها يعني شيء زين يعني وهو شيء زين عموما يعني. فلقيتهم يشبهوني بالمخلوق هذا اللي نازل فضائي. يعني أنا الأمانة كنت قلت وش كان شين يعني هو المخلوق الفضائي الإيتي ذا عيونه كبار ورقبة طويلة وكذا. أنا ما زعلت للأمانة وشعب الكويتيين عموما يعني شعب راعي نكتة وذبيب للأمانة. فكان هذا يدلعني كذا إيتي إيتي. أنا جلست شفت الفيلم فهذا من الأفكار اللي جات في بالي أنه طالما أنهم سموني كذا وأنه كائن غريب نازل على الأرض
فقلت لي أنا ما استقل ذا الموضوع في مزيكتي، فعلا أكون غريب، أكون غير مستهلك، أو أقدم شيء يبعد مسافات عن اللي يقدمون الآخرين زملائي الفنانين. فأصريت من البداية أني أخلق لي خط مميز. اللي أعطاني هالفكرة هذا اللي هو فيلم الإيتي، هذا اللي الكويتيين اللي يسمونه إيتي إيتي. جلست أركز، فقلت لازم أخذ لي خط مستقل أبدع فيه. طبعا أنا وقت ما كنت أدرس الثانوي كنت أدرس برضو موسيقى في كانت جمعية الثقافة والفنون عندنا كانت تدرس تدرسنا النوتس وكذا. ف يعني تأسست فنيا، تأسست موسيقيا. فهذا الشيء طبعا ساعدني اني برضو اني اطور نفسي واني اخذ خط مختلف عن زملائي في طرحي، وكنت شاطر للأمانة. أنا كنت شاطر في الدراسة. كان أتذكر كان معي واحد من أهل الحسا، كنا إحنا المتفوقين، هو كان الأول وأنا الثاني في النوتس. وكانت عندنا جمعية الثقافة الفنون كانت مهتمة إن إحنا تدرسنا وتدرس. وأنا بالثانوي كنت المزيكا أقرأ وأكتب نوتس، وهذا بعد من الأشياء اللي ساعدتني أني أبني لي خط مستقل في المزيكا، أكون لي شخصية مختلفة عن الثانيين. وبهالمناسبة بغني شيء للكويت، لأهل الكويت. هذه حافظها لأن كنا نغنيها قبل. بلدي الكويت، بلدي الكويت، أحبك يا الكويت، بلدي الكويت، بلدي الكويت، بلدي الكويت، أحبك يا الكويت، بلدي الكويت. على أرضك مشينا وعترابك بنينا، انت ديرتنا وغيرك ما حبينا. على أرضك بنينا وعترابك بنينا، وانت ديرتنا وغيرك ما حبينا. وبلدي الكويت، بلدي الكويت، أحبك يا الكويت، بلدي الكويت. على أرضك مشينا وعترابك بنينا، انت ديرتنا وغيرك ما حبينا. على أرضك بنينا وعترابك مشينا، وانت ديرتنا وغيرك ما حبينا. وبلدي الكويت، بلدي الكويت، أحبك يا الكويت، بلدي الكويت، بلدي الكويت، بلدي الكويت، أحبك يا الكويت، بلدي الكويت. كل سنة وانتم بأمن وأمان إن شاء الله يا رب. انت عيد ميلادك؟ 26
أنت 26 بكرة بكرة ذكرنا سوي لك طرطة كذا. ولي عيال عمان بالكويت ترى نص عائلة الصقر كلهم بالكويت. وبرضو أسلم على عيال عمان هناك إذا هم يتابعوني. كل عام وأنتم بألف صحة وبخير إن شاء الله. ها كومنتات يقولون أبد حنا 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 يعني حنا دولة واحدة للأمانة. شوف الكومنتات شعب الكويت أبد شعب الكويت والسعودية هم واحد. قولوا لي مبسوطين الحب أعمى غرام أطفال أوكي يلا جيبوا لي غرام أطفال. مدحت تشرب اسبريسو يلا سوى الحين مو بوانا غني تشغل الماكينة كذا يعني وانا سولف سو كذا عشان يطلع الصوت ترى كويس يطلع صوت الماكن اسبريسو كذا يشمونها يشمونها ضيوف بدر. ايش قلت بقول اجهزت ايوه غرام اطفال مش معي بس كوردات عجيب ها هذا من 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 الاغاني اللي انا احبها الاغاني اللي انا احبها وفيها تصرف عجيب في الكورد وبعدين اخش على ال ال ايوه الرصد ولا البيات بيات ايوه ليدا دار الرصد ايوه غرام أطفال جمعنا كنا بالشعور كبار وفي قلبي مثل ما توفي العشاق هواك أحب بجد ما ألعب مثل من هو في سن صغار ولا أذكر قلبي لو مرة معاه قصر كذبوا قصر في ذاك الوقت ما أكتب ولكن أحفظ الشعر عشان عجبها فيني يزيد ويصبح إليك حافظت الخالد الفيصل قصيدة غريب الدار وديوان البدر كله عشان نتعلم
بنيت الحب ها قصر عظيم وعالي الأسوار، ولا فكرت بيوم على ذا الحب يدمر. بنيت 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 الحب ها قصر عظيم وعالي الأسوار، ولا فكرت بيوم على ذا الحب يدمر. غرام أطفال جمعنا، كنا بشعور كبار، وفى قلبي مثل ما توفي العشاق أو حبايبي. مليتوا مني اولا؟ ها مليتوا مني ولا مبسوطين ولا اطول ولا اقفل ولا قولوا لي؟ ابي اقطع ها ردوا لي، مليتوا مني؟ كثرت عليكم؟ اشوف قلوب قلوب قلوب. ايش احد يمل منك؟ يا حبايبي انا سعادتي لما التقي فيكم بس مباشر او غير مباشر، بس المباشر احس بقيمتي، احس بكياني، احس فيكم، احس اني انا مره قوي فيكم. وإن شاء الله إن شاء الله الله يفكنا إن شاء الله ويفك الأمة من الجائحة إن شاء الله، والتقي فيكم لأنكم وحشيني فعلا. اشتقت للمسرح، اشتقت أتنفس في المسرح، لأن أشوف نفسي، أشوف قوتي على المسرح، أشوف قوتي فيكم. يلا أبو ناصر رتب لنا، رتب لنا، نبغى مواسم تصير عاد يا أبو ناصر. ايش بنقول؟ يلا الصراحة وحدي. وحدي، جهزوا لي وحدي. هاي مدحت والرصاص. ايه اشوف شريك، شفته شفته البارح. متعوب على الجلسة؟ إيه. كيف كيف البراند؟ مبسوطين عنه؟ طبعا راح أسوي لي براند أنا بعد، أستقل ضيافتي للأمير بدر، بسوق عن نفسي شوية. راح يكون أنا عندي براند راح يكون خاص فيني، منتجاتي إن شاء الله البراند يعجبكم، وقريب راح يكون قريب إن شاء الله، لأن جيت السعودية راح أجلس مع لي شركاء، راح أجلس معاهم، وبيكون إن شاء الله في مكان مميز بالرياض البراند. وبرضو بستشيركم، بستشير جمهور، لأنه أنا ما أنجح من غيركم. ذائقتكم عالية كثير وأنا أحب أفكاركم، بستشيركم حتى في البراند حقي وبسوق له. وليش لا، ونستقل سمو الأمير بدر وأبو ناصر بعد، نستغله بعد في للبراند هذا حق، إنه يصير براند عالمي. وحدي.
ارفع لي يا ابني. ايوه ليك مش كامله كذا، مش كامله. دنيا صغيره كبرت سموها العذاب، فيها عادي بكملها الا الساق. يا صغيرة كبرت سموها العذاب، فيها رائي ما كملا إلا السرى. وحدي وحوري زحمة سنين وذكريات أنادي لمن أنادي لحياة.
الحنين وانا وقلبي مثل انها عايشين صارت جهتي اربع خمس حنين وانا وقلبي مثل انه عايشين وحدي وحوري زحمة سنين وذكريات تايه لمن انادي لحياة كويس؟ ها آه شوف اقرا تابع. الرصاص مطلوبة كثير ها؟ والحب أعمى ويحبونه وربي مبسوطين، أنا اللي والله مبسوط، أنا اللي مسفهل ها؟ لا تدخلنا في الرياضة أنت. لا تدخلنا برياضة، إحنا هلالي ونصر كذا، ما نبغى هذا الموضوع، ما نبغى التعصب. أعوذ بالله وش ذا الحكي. إيه لا 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 رياضة ما نبغى. ترى حتى بعد ها عندي تعليق يا أخي، عنده حتى تعليق على ها البرامج الرياضية، كل واحد صايح. طيب إحنا بنسمعكم، ما عرفنا نسمع. وهذا بلا 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 والثاني بلا بلا وش عندكم؟ اركضوا شوي يا جماعة. تواجري؟ اي تواجري ما شاء الله عليه، علق على كل شيء. والمريسل اي وبرضه هذاك ما شاء الله كله صياح. اركضوا شوي، خل ها اركضوا شوي يا جماعة. قول لهم يا وليد الفراج ويا ترك العجمة، قل لهم يهدون شوية، خلهم يعقلون شوية. حلو يعقلون. وبتال بعد حبايبي كلهم ربعي يعني، وبتال ووليد وترك العجمة حبايبي، ودائما يحطون يا نقادة. إيه إيه بدأوا يحطون عليها كلها. خل أدوز الريبز خلني أقسم أمسك الصول
ها جبتها يا شرب الوه. أقس منين يجيبونها؟ نقادة تشمت على قلبي وكل عادة نقادة تمديت على حبي وبزيادة جمعت كل أحد ضدي خليت الهوى ندي جمعت كل أحد ضدي خليت الهوى ندي أنا قادة وقفت وجهكم وحدي أنا قادة وأنا اللي بشت كالعادة أنا قادة أنا قادة أنا قادة تشمت على قلبي وكالعادة أنا قادة تمديت على حبي وبزيادة على قلبي وعلى عناده يا نقادة قوي ما تغلبونا يا حسادة يا نقادة تعرفتوا على قلبي وعلى عناده يا نقادة قوي ما تغلبونا يا حسادة شموخي يبان في عيوني ولا حتى تهزوني شموخي يبان في عيوني ولا حتى تهزوني أنا قادة سنين أنتم تحدوني أنا قادة وأنا اللي فزت كالعادة أنا قادة أنا قادة أنا قادة تشمتوا على قلبي وكالعادة أنا قادة تماديتوا على حبي وزيادة أنا قادة أنا قادة تعبت أنا طولت عليكم أنا تعبت بس مبسوط معاكم إيش نسوي يا شربل وأنا مبسوط بس أنا حاسس إني تعبت أو إني ممكن يعني كيف ممكن أخذ بريك أروح شوية أستأذنكم أروح دورات المياه بس وأرجع لكم ولا تبون نقفل خلاص ها نقفل نكمل ها طيب استنوني شوية نقفل ها بحط العود بس ولا نخلي البث عليه ثق نحتفل بعيد ميلادي ايه نحتفل بعيد ميلادي خلوا الريشة هنا
طبعا طبعا وزارة الثقافة مهتمة في كل ما يمت لثقافتنا وموسيقتنا. أولا أنا آسف إذا تأخرت عليكم يا حبايبي، ها؟ آسف إذا تأخرت. وطبعا قطاع الموسيقى مهم، ومهم أن يكون عندنا كوادر موسيقية. مهم، وأنا من طموحاتي للأمانة أني أقود أوركستر سعودي. طبعا أخواننا في مصر هنا علمونا وكان يدرسونا، بس لا يمنع أن تكون في فرقة طابع سعودي، فرقة كل أفرادها سعوديين. وذا حلم من أحلامي أني أشاور على فرقة سعودية، ذا حلم من أحلامي ومو بعيد إن شاء الله. يعني وزارة الثقافة مهتمة في هالموضوع، وإن شاء الله إن شاء الله. والأمير بدر مهتم شخصيا في هالموضوع، فإن شاء الله يا رب نتمنى. شوف فرقة سعودية، لا تزعل يا مدحت. إيه وتقول لنا بتقطع بتاكلون ها تقطعوا رزقنا، لا بعد الأرزاق موجودة. إيه هذا من طموحاتنا يعني. أنا طولت عليكم، خير ختام نختم فيه لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نقول له أنت ملك من قبل لا تصبح ملك. شفت الغلا كله لك يا كاسب قلوب الشعوب والدهى، انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تمر شعبك قدها الدار دارك والوطن كله لك، وافعالك تحير شعوب تعدها.
يمنحنا من لوحت مثل الفلك من هيبته توجع اليم مدها سكت المحبة لك عساها توصلك من واحد كل القصايد عداها انت مالك من قبل لا تصبح ملك وانت الذي تمر وشعبك قدها الدار دارك والوطن كله بارك وافعالك تحير شعوب اتعدها. شكرا يا حبايبي، شكرا شكرا سمو الأمير على الاستضافة. أتمنى أني أكون هالليلة كنت خفيف ظل عليك وعلى ضيوفك وعلى متابعينك، وألف شكر لكم. شكرا وآسف أني طولت، بس والله أني كنت سعيد ومبسوط. شكرا لكم، شكرا.